قابلة للتصديق، المربين ما بيقدروش يشتروا علف بجد. يبطلوا بقى تربية سمك؟ لا، يتصرفوا طبعا، بيأكلوا سمك المزارع ايه علشان يوفروا؟ لقيناهم بيأكلوا امعاء واحشاء الفراخ. الانيل انهم بيأكلوا سبلة، يعني الروس بتاعها. يا لهوي. بالبحث اكتر في القصة لقينا ان الاتحاد الاوروبي منع استيراد السمك المصري حاجة بتاع 13-14 سنة كده. مش بس كده، مسؤولين الثروة السمكية نفسهم لما سألناهم بتاكلوا بوري او بولتي قالوا لنا. صدمت انا، رحت سألت كل دكاترة كليات الزراعة المتخصصين بقى في القصة، سألتهم نفس السؤال، بتاكلوا سمك بوري او بولتي؟ تخيلوا، يردوا يقولوا دق، دي إجابة برضو. يقولوا لي مستحيل ندخله بيوتنا، لا احنا ولا أولادنا. يا أختي، وسايبيننا ناكل السمك ده ليه؟ من غلبي عملت شركة أنا وزمايلي كروت، ونزلنا نبيع السمك الملوث اللي عملنا له تحليل أثبتنا فيه إنه سام وبيسبب أمراض كتيرة منها الفشل الكلوي والكبدي لكل وأشهر وأكبر مطاعم سمك في مصر. قلنا مش معقول هيشتروه. اشتروه. انت بيتقدم لك سمك بوري وبولتي مزارع مسمم على انه سمك بحر عادي جدا. مفيش سمك بحر في مصر بوري او بولتي. احنا بناكل سمك عايش في المجاري. وسايبيننا، هل ده عدل؟ هل عدل ناكل سمك عايش في المجاري وبياكل زبالة لوحدنا؟ لا. اقسمت اني هاكلهم من نفس السمك اللي بيأكله لنا ويبيعوا لنا بيه. رحت اصطدت سمك لسه مرمي طازه في صرف صحي خام. عارفين الكساحات اللي بتشيل المجاري دي من البيوت وترمي في اقرب مصرف؟ شفت كساحه بتشيل مجاري وبترمي في المصرف طازه. اصطدت السمك من جنبها، طلعته، شويته بالسمك والبهارات مقفول، وحطيته قدام مسؤول الثروة السمكية اللي المفروض دوره الوحيد انه يراقب المزارع السمكية. أأكله في بقه من السمك الزبالة اللي سايبنا ناكله لوحدنا. ده ملخص بسيط من تحقيقات السمك اللي تعرضت في انتباه.